Deus te dê retenção. Vai estar com mais de novo. Vai ter um cantastro. Mas não pegaram. Posso ir para a Richard? Richard? Monsieur Ferrer, au même niveau, il est en revanche d'un mot, c'est la précision. L'étiquette, on peut l'étiquette. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذه المبادرة الطيبة التي قامت بها جامعة العلوم التكنولوجية محمد بوضياف وهران في المساهمة في إعادة التنمية والاستشراف الحقيقي بهذا المشكل الكوفيد-19، رأينا حلول وهي المشاركة في إعانة الدولة وإعانة المواطنين بهذه المبادرة اللي هي بسيطة لكنها لأبعد أبعد ممكن أن نغير في الذهنيات، وأن الجامعة تكون في خدمة الوطن. هذا هو الميساج الذي نريد أن يوصل إلى الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية.
والحمد لله. وكاين طاقات، كاين كفاءات، كاين طاقة بشرية عظيمة وطاقة مادية عظيمة، هو برك الإرادة ولا كونفيونس، الثقة في الجامعة الجزائرية. وشكرا. منذ بداية هذا المرض كوفيد 19 الجامعات الجزائرية تحاول مساعدة بقدر المستطاع، وذلك بإنتاج كل ما لديها وباستعمال الطاقات من أساتذة باحثين ومن مساعدين في المخابر، من بينهم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا التي عملت عدة مشاريع من بينها استعمال هذا الجل الكوليك والذي هو عنده صفتين، مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، وهذا هو الاختلاف بين كل ما هو في الخارج في المبيعات والجل اللي درناه، وذلك بالتعاون بين كليتين، كلية العلوم الطبيعة والحياة وكلية الكيمياء. بداية كاين عدة مركبات في هذا الجل. المرحلة الأولى هي تصنيع، من بعد عندنا لو ديسبيرسور كي فا نو زيدي اون فادير افير لو ميلونج، من بعد نفوتوا الماء، عندنا هذه الماشينة باش نفوتوها كي بو برودوير اون فادير 800 بوتي بار اور بور لو رومبليساج، اي ابري اون فا لو ليسي واحد 72 ساعة باش يرتاح، باش يكون عنده من بعد ان افي سور لي باكتيري اي سور لو فيروس. لو طون ميم المنتوج، ميم هذا الماده اللي خدمناها حنايا عندها ان افي اون فادي سور لي باكتيري سور لي فيروس كي فا ديباسي، باسكو عندك وقت باش يكون عندها ان افي سور باكتيري، سي دو 15 سكوند جوسكا 20 سكوند. الا كان عندها لو سيشاج افون ما غاديش يكون عندها اي مفعول على هذه البكتيريا ولا على هذه الفيروسات. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، ظروف الكوفيد 19، قمنا نحن كشركة في صناعة الماكينات والروبوتات غازي هشام روبوتيك سيستم بمبادرة مع جامعة وهران بتوفير لهم ماكينة عبارة عن روبوت للتعبئة، وإن شاء الله تكون مبادرة متكاملة، وفي المستقبل يكون ان شاء الله حتى علاقات بين لو بريفي يعني الشخصي والجامعه. والسلام عليكم. على كل حال، احنا من بدايه تفشي الوباء ودخوله الى الجزائر قررنا احنا ككليه كيمياء صناعيه باش نلعبوا الدور تاعنا يعني في مكافحه الوباء، فقررنا باش حضرنا يعني فريق عمل من اساتذه ومسؤولين وطلبه وبعض المهندسين لكي نقوم ب يعني انتاج مواد كيميائيه للتعقيم. والماده الاولى اللي فكرنا فيها هي الماده اللي يعني المطلوبه كثير في السوق، وهي ماده الهيدرو الكوليك. فالحمد لله يعني رغم الصعوبات اللي تلقيناها في البدايه يعني عدم وفره المواد وكذلك الوسائل، ولكن يعني اتصالاتنا كانت جابت نتائج مع الاخوه الصناعيين اللي كان كثير منهم يعني استجابوا وساعدونا بشراء يعني المواد هذه وبعض الوسائل للعمل. والان الحمد لله وصلنا الى الانتاج الهيدرو الكوليك بكميات كبيره يعني، مع وصول يعني هذا الروبو هذا اللي يدير ملء القارورات يعني بكميات كبيره جدا، ويعني نقدروا نساعدوا كل المستشفيات الموجوده في المنطقه والادارات بصفه يعني منتظمه. كذلك يعني من بين الافكار يعني اللي حبينا نساعدوا بها هي يعني انتاج الايثانول، هي ماده كذلك مطلوبه جدا، ان شاء الله سنبدا في الانتاج يعني قريبا جدا، وكذلك بعض المواد الاخرى، لان ما بعد الكورونا ليس كما قبله، يعني احنا في جامعه وين فيها عدد كبير من الطلبه والعمال والاساتذه، لازم يعني تعود الامور الى الحياه العاديه، ولكن بتوفير كل المواد التعقيم. وهذا الشيء اللي لازم الجامعه والكليه هي اللي توفر المواد هذه للعمال والطلبه. كذلك يعني اريد ان اوجه الشكر يعني لكل الناس اللي ساعدونا، يعني من الصناعيين على كل حال اللي كانوا قاموا بدور تاعهم، كانوا حس وطني كبير. شكرا كثير في هذا
في هذا المجال. وعندي رسالة فقط نوجهها يعني لكل الشباب يعني والإدارات الجزائرية، أنه الجزائر دخلت الآن إلى عهد جديد، والعهد هذا لازم نكونوا فيه متحضرين باش نكون كاين شغل كبير ونقصوا شوية من الكلام، لأن النظام اللي فات كان الناس تتكلم كثير ولكن الشغل كان قليل. الآن لازم يكون شغل كثير ونقصوا شوية من الكلام، ونخليوا الحكومة والرئيس الجمهورية يعني اللي وعد باش يكون فيها دولة جديدة، نخليهم يخدموا باش الكثف الجهود باش نوصل يعني بالجزائر، كل انسان يعني يساهم في من على مستوى دوره يعني باش الجامعه. وانا ادعو كل الاساتذه والباحثين والمسؤولين والعمال والطلبه على مستوى الجامعات انه يلعبوا الدور تاعهم باش الجامعه تلعب الدور تاعها الرئيسي، وهو تكون مركز تطوير اقتصادي وثقافي واجتماعي، وتكون مركز إشعاع علمي وحضاري للأمة ككل، وإن شاء الله بالتعاون نتاع الجميع. مع بداية هذا وباء الكوفيد 19 كورونا، جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا يعني على غرار معظم الجامعات الجزائرية بدأت في مبادرات من هنا ومن هناك، يعني مبادرات في إطار محاربة هذه الجائحة. طبعاً إحنا الجامعة الطلبة في عطلة، بالعطلة إجبارية بسبب الكونفينمون يعني هذه الجائحة، ولكن المخابر تعمل بجدية وبنشاط، وتحاول أن تساهم في تقديم يعني المساعدة للشعب الجزائري بكامل أطيافه، يعني كمستشفيات كإدارات إلى آخره. فإحنا في هذا مخبر كيمياء ومخبر بيولوجيا طورنا يعني هذا المحلول الكحولي اللي نقدمه فيه بطريقة مجانية لمختلف الإدارات يعني العمومية في مدينة وهران. وطبعا اذا كان الاخر ممكن نعموا الفكره ونحطوا حتى نقدموا للمناطق المجاوره الادارات المجاوره. عندنا امور اخرى نروحوا نشوفوها مع بعض ان شاء الله. من بعد عندنا نطوروا يعني في مخبر راهم يطوروا ان ريسبيراتور ارتيفيسيال، يعني مجموعه اللي تخدم عليه، وراهم وصلوا للبروتوتيب اللي عندهم اعطى نتيجه، وفيهما في طور التطوير. وهناك عندنا كذلك مخبر ان بلاتفورم تكنولوجيك، هم يصنعوا يعني يحضروا في لي فيزيير لي ماسك فيزيير اللي اعطيناها وقدمنا. هذا المخبر قدم 4500 ماسك لمختلف المستشفيات والمصالح الاستشفائية لمدينة وهران والمدن المجاورة لمدينة وهران. وقدمنا 1000 ماسك أعطيناه لقناع، يعني أعطيناه لمستشفيات مدينة البليدة.